من افريقيا الى اوروبا، من كاس الكاف ودوري ابطال افريقيا الى دوري ابطال اوروبا ودور نصف نهائي. اذا المباراه النهائيه ستلعب يوم 10 جوان القادم في ملعب اتاتورك باسطنبول بتركيا، ستلعب بين مانشستر سيتي الانجليزي وانتر ميلان الايطالي، الانتر الفائز على جاره الميلان امس بنتيجه 1-0، ومانشستر سيتي الذي ضرب ريال مدريد برباعيه نظيفه اليوم في واحده من اقوى مباريات غوارديولا هذا الموسم، عرض مسرحي جميل على ملعب الاتحاد. مانشستر سيتي في طريقه الى ملعب اتاتورك يمحي شخصية البطل ويدهس على ريال مدريد ويتنقل إلى أتاتورك لمبارزة الأنتر في نهائي دوري الأبطال، أقوى مباراة مرتقبة هذا الموسم بين فريقين. لو نبدأ معك حسين مترف بمباراة السيتي وريال مدريد 4-0، يعني نتيجة كبيرة جدا. مانشستر سيتي عاث فسادا فوق أرضية الميدان وعبث بريال مدريد وقام بكل شيء وسجل رباعية وسيطرة واستحوذ و يعني قدم واحدة من أفضل مباريات هذا الموسم. شفنا مباراة محمد كبيرة من فريق مانشستر سيتي، لعب يعني في خاصة في الشوط الأول قام يعني بكل الأشياء اللي لازم تحدث في كرة القدم خاصة من الناحية الهجومية. شفنا تألق عدة لاعبين، نشوف هنا فوز في معركة الوسط محمد، معركة الوسط في كرة القدم جد مهمة. نشوفوا أن فريق مانشستر سيتي كانوا عنده لاعبين سارعين في وسط الميدان، سارعين يعني في تمرير الكرة نحو الأمام، في تكسير الخطوط. نشوف برناردو سيلفا مرة أخرى يقوم بمباراة كبيرة ويسجل هدفين اللي جاءوا في وقت جد حساس في الشوط الأول في الدقيقة على ما أظن 23 و37. فريق ريال مدريد شفناه يلعب بالكتلة الدفاعية المتأخرة، ما تقدرش تفهم لأن طريقة أنشيلوتي هذه دائما ما كانت في المباريات، لكن اليوم كان أمام فريق اللي هو فريق مانشستر سيتي اللي متكامل في كل الخطوط سواء في الدفاع أو في الوسط أو في الهجوم، عنده لاعبين اللي يمتازوا بحسن التمركز، عندهم اللامركزية هذيك محمد، لاعبين يلعبوا لك عدة مناصب. نشوفوا في وسط الميدان دائما ما نشوفوا ستونز مع رودري كمسترجعين، نشوفوا غوندوغان وديبراين سيدي ميليو أفونسي، نشوفوا على الجناح الأيمن برناردو سيلفا وعلى الجناح الأيسر غريليتش، في الهجوم هالاند، هادو لاعبين كلهم يعرفوا يلعبوا كرة القدم ويلعبوا كرات في الأرجل. نشوفوا الهدف الأول كيف مرر دي براين الكرة إلى برناردو سيلفا وين كان وحده كسر الخطوط يعني ما بين كروس ومودريتش، كانت هناك عدة أخطاء. شفنا الحالة البدنية لفريق مانشستر سيتي هي اللي صنعت الفارق، حالة بدنية لفريق ريال مدريد لم تكن في المستوى. لكن الصحافة الإسبانية والعالمية صبت جم غضبها على المدرب أنشيلوتي وقالت بأن جبن أنشيلوتي هو الذي أهدى هذه الرباعية. صحيح كان بمقدور السيتي أن يفوز على الريال، ولكن ليس بهذه الإهانة، ليس بهذه النتيجة الكبيرة، ليس بالسيطرة طولا وعرضا. يعني الريال ظهر قزما صغيرا أمام نادي مانشستر سيتي اليوم. لماذا جبنا أنشيلوتي؟ لماذا لم يغامر؟ لماذا لم يضع الخطة اللازمة؟ شاهدنا لاعبين تائهين فوق أرضية الميدان لم يجرؤ أنشيلوتي على إخراجهم. لو نتحدث عن مودريتش، نتحدث عن بنزيما الذي لم يكن له وجود اليوم، ألغي تماما من هذه المباراة، ومع ذلك أنشيلوتي لم يدخل بالتشكيلة المثالية ولم يستطع تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني، أكل ثنائية في الشوط الأول وثنائية في الشوط الثاني وبقي كالجثة الهامدة على خط التماس. محمد صراحة فريق دخل مستسلم مباشرة منذ البداية، شفناه ارتكنا إلى الوراء وقاعد يسنى في الهجمة تاع مانشستر سيتي، ما شفناش ردة فعل، لاعبين يجرون وراء الكرة، الاستحواذ من جهة اليمنى ثم من جهة اليسرى اللي خلى ارتباك وعدم توازن لفريق ريال مدريد، يعني لاعبين تخلهم الشك منذ بداية المقابلة. هذا الشيء اللي خلى مانشستر سيتي يكسب الثقة ويضغط ويعمل من أجل فتح يعني الشهية ومن أجل تسجيل الهدف الأول اللي يخليه يلعب أكثر أريحية. وهذا ما شفناه حتى دقيقة 23. لكن يعني من محبي ومتبعي ريال مدريد وخاصة كرة القدم العالمية، فريق ريال مدريد يعني اليوم أظهر أنه جاء مستسلما مباشرة، ما جاش باش يلعب ولا باش يحافظ على هذه النتيجة. لماذا الياس؟
ريال مدريد عنده شخصية البطل، ريال مدريد هو سيد القوم في أوروبا، ريال مدريد هو الكل في الكل في دوري الأبطال، لماذا ظهر اليوم مستسلما صغيرا متواضعا لا يقوى على ردة الفعل؟ وأيضا الثلاثي الخشبي اليوم كريم بنزيما مودريتش وفالفيردي أداء تحت الصفر، ومع ذلك المدرب لم يجرؤ على إخراجه. الأداء تاع الهجوم ما كانش محمد، لأنه ما لعبوش، كانوا يجروا وراء الكرة من أجل استرجاع الكرة، هما ما لعبوش يعني الكرة، هما كانوا كمدافعين يعني أول مدافعين هما، ولكن يعني الكتلة تاع مانشستر سيتي كانت 30 متر الأخيرة تاع المرمى كورتوا، يعني شفنا الضغط رهيب، الضغط، والشيء العجيب أنه هناك لاعبين يعني يجيدون لعب الكرة، يعني كانوا قادرين يعني يستحوذوا على الكرة بالخبرة تاعهم مثل مودريتش مثل كروس، ولكن هالأشياء شفناها لاعبين تايهين، لاعبين يعني خارج الموضوع. من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية قلناها مقبلة، ربما نقولوا يعني بداية غير موفقة، ولا نقولوا المدرب اللي ما بداش بلاعبين اللي كانوا لازم يبداوا، أو التركيبة أو الأسلوب أو الطريقة، يعني هناك كثير. ما هي الطريقة التي كان يجب أن يبداها؟ الكل يعلم طريقة لعب مانشستر سيتي، يعني الكتاب مفتوح، ولكن فلسفة غوارديولا تخليك أنك تتخمم ألف مرة باش تضع تشكيلة وباش تلعب طريقة لعب. يعني غوارديولا الفلسفة اللي وصل لها الآن أنه الكل يلعب يعني لكن أنشيلوتي اليوم يأتي بأي جديد، الكل يلعب بالكرة أو بدون، وكأنه في حصة تدريبية، يعني قادر يعني محور دفاع هو يبني لك الهجمة، قادر المدافع الأيمن يصبح رأس حربة، الكل يلعب، يعني كيفاش نقولوا يعني يكوبي لي سباس، يعني ما يخلوش فضاء، أين وين يكون فضاء مساحة فارغة لازم يكون هناك لاعب، يعني تمركزات مثلثات أشياء اللي هي يعمل عليها بالتدريب. يعني لو كان هناك فريق آخر غير مدريد لكان يأخذ يعني نتيجة أثقل من هذه، لكن السياسة والفلسفة تاع غوارديولا اليوم أثبت أنه يساير مقابلة كما يحب هو، وليس كما يحب الفريق المنافس. محمد صراحة فريق دخل مستسلم مباشرة منذ البداية، شفناه ارتكنا الى الوراء وقاعد يستنى في الهجمات تاع مانشستر سيتي، ما شفناش ردة فعل، لاعبين يجرون وراء الكره، الاستحواذ من جهه اليمنى من جهه اليسرى اللي خلى ارتباك وعدم توازن لفريق ريال مدريد، يعني لاعبين تخلهم الشك منذ بدايه المقابله. نعم. هذا الشيء اللي خلى مانشستر سيتي يكسب الثقه ويضغط ويعمل من اجل فتح يعني الشهيه، ومن اجل تسجيل الهدف الاول اللي يخليه يلعب اكثر اريحيه. نعم. وهذا ما شفناه حتى الدقيقه 23، لكن يعني من محبي ومتبعي ريال مدريد وخاصة كرة القدم العالمية، فريق ريال مدريد يعني اليوم أظهر أنه جاء مستسلما مباشرة، ما جاش باش يلعب ولا باش يحافظ على النتيجة. لماذا ريال مدريد عنده شخصية البطل، ريال مدريد هو سيد القوم في أوروبا، ريال مدريد هو الكل في الكل في دوري الأبطال، لماذا ظهر اليوم مستسلما صغيرا متواضعا لا يقوى على ردة الفعل؟ وأيضا الثلاثي الخشبي اليوم كريم بنزيما مودريتش وفالفيردي أداء تحت الصفر، ومع ذلك المدرب لم يجرؤ على إخراجه. الأداء تاع الهجوم ما كانش محمد، لأنه ما لعبوش، كانوا يجروا وراء الكرة من أجل استرجاع الكرة، هما ما لعبوش يعني الكرة، هما كانوا كمدافعين يعني أول مدافعين هما، ولكن يعني الكتلة تاع مانشستر سيتي كانت 30 متر الأخيرة تاع المرمى كورتوا، يعني شفنا الضغط رهيب، الضغط، والشيء العجيب أنه هناك لاعبين يعني يجيدون لعب الكرة، يعني كانوا قادرين يعني يستحوذوا على الكرة بالخبرة تاعهم مثل مودريتش مثل كروس، ولكن هالأشياء شفناها لاعبين تايهين، لاعبين يعني خارج الموضوع. من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية قلناها مقبلة، ربما نقولوا يعني بداية غير موفقة، ولا نقولوا المدرب اللي ما بداش بلاعبين اللي كانوا لازم يبداوا، أو التركيبة أو الأسلوب أو الطريقة، يعني هناك كثير. ما هي الطريقة التي كان يجب أن يبداها؟ الكل يعلم طريقة لعب مانشستر سيتي، يعني الكتاب مفتوح، ولكن فلسفة تاع غوارديولا تخليك أنك تتخمم ألف مرة باش تضع تشكيلة وباش تلعب طريقة لعب. يعني غوارديولا الفلسفة اللي وصل لها الآن أنه الكل يلعب يعني لكن أنشيلوتي اليوم يأتي بأي جديد، الكل يلعب بالكرة أو بدون، وكأنه في حصة تدريبية، يعني قادر يعني محور دفاع هو يبني لك الهجمة، قادر المدافع الأيمن يصبح رأس حربة، الكل يلعب، يعني كيفاش نقولوا يعني يكوبي لي سباس، يعني ما يخلوش فضاء، أين وين يكون فضاء مساحة فارغة لازم يكون هناك لاعب، يعني تمركزات مثلثات أشياء
اللي هي يعمل عليها بالتدريب. يعني لو كان هناك فريق اخر غير مدريد لكان ياخذ يعني نتيجه اثقل من هذه، لكن السياسه والفلسفه تاع غوارديولا اليوم اثبت انه يساير مقابلة كما يحب هو وليس كما يحب الفريق المنافس.